طبق طاير في مزرعة من إحدى المزارع بتاعت سكان قرية روزويل في أمريكا سنة 1947. في يوم من الأيام خرج مزارع عايش في القرية دي رايح لمزرعته، بيشوف الدنيا كلها مولعة وفي حاجة زي طبق طاير مولعة في المنطقة كلها. بيعمل إيه؟ على طول بيتصل على الشرطة، لكن اللي جاله مش الشرطة، ده جاله جيش كبير مكون من عدد مهول من عربيات الدفع الرباعي والقناصين والعساكر. مش بس كده، دول كمان عملوا حظر تجوال، واللي يعتب باب بيته يبقى عاوز يموت. كل ده ليه؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده من عجيبة دي. المنطقة 51 هي الاسم المستعار للقاعدة العسكرية اللي بتقع في جنوب ولاية نيفادا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية. طب ايه علاقة الطبق الطاير بيها؟ اقول لك انا. من بعد ما حصلت الحادثة دي، الجيش جه وشال حطام الشيء الغريب اللي كان واقع وحطوه على عربية كبيرة وغطوه علشان ما يكونش مرئي لأي حد يشوفه. يا ترى ودوها على فين؟ للمنطقة 51. طبعا الفضول أثار الناس وبدأوا يقولوا الفضائيين هجموا علينا، لكن الجيش طلع ونفى كل ده وقال إن اللي حصل هو انفجار لبالون طقس. ولكن اتسربت معلومات من جوه المنطقة 51 وتحديدا من رئيس الموظفين بوشمان. بوشمان طلع في فيديو بيشرح فيه عن طبيعة عمله وخبراته، لكن اللي يهمنا هو كلامه عن الفضائيين. بوشمان قال إن هم موجودين بس محجوزين في معامل تحت الأرض، وقال إن هم جايين من كوكب بيبعد عن الأرض بمسافة 68 سنة ضوئية، وقال إنهم متقدمين جداً جداً، وده اللي خلاهم يوصلوا للأرض عن طريق المركبات بتاعتهم في 45 دقيقة بس. بوشمان قسمهم لمجموعتين، أول مجموعة فيهم ما عندهاش مشكلة إن هي تكون موجودة في نفس العالم مع البشر، أما المجموعة التانية فهي عكسهم تماماً، وكان واثق في نفسه جداً هو بيقول الكلام ده، لدرجة إنهم حطوه على جهاز كشف الكذب وطلع فعلاً صادق. وبعد فترة قل اهتمام الناس عن المنطقة دي. بعد الحرب العالمية الثانية، أمريكا كانت شايفة قد إيه جيش ألمانيا متطور، وده بيرجع لاختبارات سرية وتجارب أجرتها ألمانيا. أمريكا تسكت؟ أكيد لا، قررت تفتح مشروع جديد جوه المنطقة 51 وسمته أبيجيل. أكيد الاسم ده ما جاش من فراغ، هنقولك ليه دلوقتي. لما أمريكا طلبت إنه في حد يجي يتبرع بنفسه ويتم إجراء التجارب عليه، محدش قدر يعمل ده خالص غير بنت واحدة بس اسمها أبيجيل، وهي كانت بنت واحد من العلماء اللي شغالين في المنطقة اسمه ألبرت. البنت دي كانت ذكية جدا، ولكن في نفس الوقت كانت برضو فضولية جدا، وده السبب اللي خلاها تتبرع بنفسها للتجارب دي، لأنه كان دايما عندها أسئلة حوالين شغل باباها وهو عمره في مرة ما جاوبها، وعلشان كده هي راحت تدور على الإجابات بنفسها. طبعا هنسأل إيه المشروع اللي بيحتاجوا فيه بني آدم علشان يعملوا ده؟ أقول لك أنا، ده مشروع بيقوموا فيه بتحويل البشر لكائن أكثر قوة، وفعلاً بدأت التجارب على أبيجيل وبدأت تطلع عليها علامات زي إن أسنانها كبرت وشعرها وقع وعظمها بدأ يكون بارز أكتر. وبعد كده قالت الإدارة إنهم لازم يوقفوا المشروع، ولكن الغريب إن الأب والبنت كانوا مصممين يكملوه، وفعلاً كملوا. العمال كانوا بيقولوا إنهم بيسمعوا أبوها كل يوم بالليل بيعيط جنب الزنزانة بتاعتها، يعيني من كتر التجارب. بعد فترة اتحولت أبيجيل رسميا لكائن لا يشبه البشر في أي شيء. بعد كده أمر المديرين إنهم يوقفوا التجارب خالص، وبعد فترة انتحر الأب وساب وصية كتب فيها إنه عاوزهم يدوا لبنته الرعاية الكاملة، وده فعلا اللي كانوا بيعملوه لحد ما في يوم ما كانش فيه عدد كبير من الحراس على زنزانتها، وده لأنهم عارفين إنها مسالمة. ولكن حصل غير المتوقع، خرجت أبيجيل وقتلت الاثنين الحراس اللي بره وخرجت لبره المنطقة، ولكن اعترضها الحراس اللي كانوا بره، وعلشان عندهم أوامر إن هم يمحوا أي ضرر ممكن يهدد المنطقة فضربوا عليها نار، ولكن اللي ما يعرفهوش إنها مش هتموت، وبالفعل ده اللي حصل. أبيجيل ما ماتتش وهربت على الغابة، ولحد دلوقتي كل يوم بيسمعوا صوت عياطها جاي من ناحية الغابة. محدش أبداً اتكلم عن المنطقة دي غير الرئيس أوباما قبل انتخاباته سنة 2013، وده كان علشان يفوز في الانتخابات وقتها، وبعد ما فاز ما بقاش عنده أي إجابة لأي سؤال عن المنطقة دي، ومحدش قدر يتكلم عنها تاني، ولحد النهاردة الجميع بينفي اللي بيحصل فيها، ومحدش عارف لحد دلوقتي هل ده حقيقي ولا لا. مع أنه انتشر فيديوز كتير لتشريح فضائيين، واحد من الفضائيين دول انتقل لينا عن طريق الطبق الطاير اللي كان في قرية روزويل. آخر حاجة ظهرت سنة 2017، اتنين يوتيوبرز راحوا المنطقة وصوروا على بعد 5 كيلومتر من المنطقة، ولكن ما لحقوش لأن الشرطة وقفتهم وقبضت عليهم، وبالفعل نشروا الفيديو، ولكن ده كان آخر فيديو على القناة بتاعتهم. بعد كل اللي سمعته، يا ترى كان إيه مصير الناس دي؟ وهل جمعهم لقاء بأبيجيل؟ قولنا رأيك في الكومنتس، واستنوني في حلقة جديدة من عجيبة دي.